السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا في أحسن حال، وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ أم باسم. إن شاء الله النهاردة هنعمل وجبة خفيفة طعمها حلو جدا، تنفع لكل الأوقات. هي صينية الكنابيت، المكونات بسيطة جدا وموجودة في كل مطبخ، مش بتاخد لا وقت ولا مجهود، وهيطلع معاكي طعم جميل جدا. يلا بينا نقول بسم الله. بسم الله. انا معايا كيس من الكنابيت، كنت مفرزاه معاكم تقريبا من شهرين، والطريقة موجودة في القناة زي ما انتوا شايفين. حبات سليمة لونها ابيض، محتفظ بنفس لونه، محتفظ بنفس قوامه، مفيش لا طعم ولا ريحة فيه، كأننا لسه عاملينه بالظبط. ان شاء الله ننزل لكم الطريقة في الديسكريبشن. اول خطوة ان شاء الله هنقطع الكنابيت قطع صغيرة، وهنقول المكونات واحنا شغالين في الفيديو. طبعا الكمية حسب ما انت تحبي. كده تمام. معانا كمان 3 حبات من الطماطم، هنقطعهم قطع صغيرة. كده تمام. معانا كمان 2 حبات من البصل، هنقطعهم قطع صغيرة. كده تمام. معايا ربطة واحدة بس من البقدونس، هنقطعها قطع صغيرة. يلا بينا نعمل الخطوة اللي بعد كده. بسم الله. في بولة نظيفة هنحط 6 بيضات، لو حابة تزودي او تقللي براحتك. عليهم معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، نص معلقة صغيرة من الكركم، معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 1 كوباية من الزيت، 1 كوباية من اللبن، ممكن تستبدلي اللبن بمية. هتقلبي المكونات كلها مع بعض. معانا 2 كوباية من الدقيق، هنحط شوية شوية ونقلب وهكذا. الكوباية التانية، كده تمام. في الوقت دوت هنحط 2 معلقة من الملح، طبعا الملح حسب يعني ما تحبي. هنقلب كل المكونات مع بعض، هيبقى الخليط جميل جدا. دلوقتي هنضيف قطع من الكرنبيت اللي قطعناها، وقطع الطماطم، وقطع البصل، والبقدونس. هنقلب كل المكونات مع بعض، يعني الشكل نفسه يفتح النفس. كده تمام. في قالب نضيف ويكون مناسب للكمية هنضيف فيها الخليط بتاعنا. في الوقت دوت هنكون مسخنين الفرن، هنرش على الوش اي نوع جبنة بتحبيه او متوفر عندك او بتفضليه. هندخله في على الرف الوسطاني على نار 170 درجة حرارة، 170، عشان يستوي من جوه، وهنسيبه لحد لما يدينا اللون الذهبي. وممكن تختبريه بخلة قبل ما تطلعيه من الفرن، لما ياخد اللون الجميل ده دوت معانا، وبعدين يبقى كده جاهز معانا.
ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان الفيديوهات الجديدة توصل لكم.